هذا الرئيس إلي واقف على راس الصخر فوق مثل النمر بس ما في سمك. وهون الرئيس نزيه كمان عم بيحضر حاله. بدي خبركم هلا بعد شوي عن نوع من انواع الطعوم الاصطناعيه اللي انا بستخدمها لصيد الشورجي او للكاست. بتستهدف اسماك البلاميدا، الجرو او اي نوع تاني. من انواع الطعوم الاصطناعيه هو طعم الحبار الصغير اللي هو سيليكون. هذا بيجي منه هون 5 حبات مثل ما شايفين. انا في عندي هون بعد 4 بعد ما استعملتهم، واستعملت هذا من كم يوم، استعملته على شورجيك، وكمان فينا نشرحت فيه على وجه المي كاست بقصبة شوي طويلة ونخليه يطلع ينط فوق المي. بده عدة مناسبة اكيد. هذا الطعم انا جايبه عن الانترنت، هو 5 حبات تقريبا مشي $1.5 من موقع علي اكسبرس. ابدا ما بده دعاية، مش عم نعمل دعاية لحدا. بحط له رصاصة بقلبه من جوا، رصاصة تقريبا شي 30 جرام، وبحط له من هون شانجال وبعلق له غدارة من تحت. وبنتمنى التوفيق للجميع. بتمنى يكون هالفيديو نال اعجابكم. ما بتنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس والضغط على زر الاعجاب.